صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 53 لسنة 2016 بتعيين اعضاء المجلس الاعلى للمرأة لدور عمله السادس وجاء في الامر الملكي انه يعين عضوا بالمجلس الاعلى للمرأة كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة السيدة هالة محمد الانصاري الشيخ زين بنت خالد الخليفة. الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة. السيدة مريم أحمد جمعان. السيدة أفنان راشد الزياني. السيدة معصومة عبد الرسول عيسى. الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة. العميد منى علي عبد الرحيم. الدكتورة هدى حسين المسقطي. السيدة منى سيد علي الهاشمي. السيدة وداد رضي الموسوي الشيخة أسيل بنت خليفة الخليفة الدكتورة صباح صالد صالح لجنيد الدكتورة سوزان عباس محمد والدكتورة أميرة عبد الله منصور القيم وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أمر الملكي رقم 54 لسنة 2016 بإعادة تعيين السيدة هالة محمد الأنصاري أمينا عاما للمجلس الأعلى للمرأة لمدة ثلاث سنوات وبذات الدرجة الوظيفية والمنصوص عنها في أمر إنشاء المجلس وتعديلاته